سوف نرد بالنسبة للسلبيات الموجودة في هذا التقرير، سوف نرد بطريقتنا وهو مسموح طبعا في هكذا آليات وهكذا إجراءات. بعد الصحافة ضخمت ما جاء في هذا التقرير وجعلت منه كما قلت تقريرا سلبيا محضا، ولكن الواقع موجود هنا، ولا يمكن لمؤسسات دولية أن تناقض نفسها في شهر أو شهرين. فلو عدتم إلى شهر أو شهرين إلى الوراء لوجدتم تقارير جد إيجابية عن الجزائر، بل وتقارير لم تصدر حتى عن الاقتصاديات الكبرى وهي موجودة، إن كانت تقرير صندوق النقد الدولي أو كانت تقرير البنك العالمي. وبالتالي يجب قراءة كل المعطيات بتأني، وحتى يعني لا 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 تكون هناك حساسيات بين هذه المؤسسات والجزائر، فنحن دعوناها طبعا بالرجوع إلى قراءات متأنية للواقع الاقتصادي الجزائري. فكيف لدولة ليست لها مديونية خارجية، ونحن يعني بالمناسبة نحن استثناء بالنسبة للمحيط الموجود حولنا وحتى بالنسبة للدول المقابلة، فالجزائر استثناء ولن نذهب إلى المديونية ولله الحمد، وقد يعني وفقنا في هذا المسار وتمكننا من حشد كل المقدرات الاقتصاد الوطني حتى نتمكن طبعا من القضاء على هذه الذهنيات التي كانت تدفع بالجزائر دفعا إلى الاستدانة الخارجية. فنقولها ونعيدها، لن نذهب إلى المديونية الخارجية ولن نذهب إلى طبع النقود، فالحمد لله الاقتصاد الجزائري بدأ يسترجع عافيته، وهي عافية تصاعدية، أقولها عافية تصاعدية، وسوف نحقق إن شاء الله نسبة، سوف نتم سنة 2021 بنسبة نمو تتعدى 4.1% إن شاء الله.